مساء الخير يا شعب السوداني، كل السودانيين مساء الخير. أسعد الله مساءكم ورمضان كريم إن شاء الله، كل سنة وأنتم طيبين. وأنا طلعت في الله في مجموعتكم دي، داير نوضح لكم أول حاجة، داير شكوى لكل الشعب السوداني بصفة عامة، المكونات العائلات السودانية، الشباب، كل الحاضر في اللايف والغايب اللي يجي يحضر فوقه، شيروا اللايف وشاركوه في مجموعاتكم، لأنه رسالة مهمة ورسالة خطيرة، خطيرة جدا جدا، رسالتي خطيرة جدا جدا. كل زول شاف اللايف خليه يشاركه، دار نوضح لكم رسالة خطيرة. أنا مواطن تشادي، ودار نوضح لكم بعض الأغلاط الحاصلة يومين في بلدي، ومنها أسباب منها في سودانيين خشوا فيها. كل زول شاف اللايف بصفة عامة، كل السودانيين نطلب منكم رجاء خاص، نحن كشعب كأخوانكم كجيرانكم، نحن الآن قاعدين في أيام صعبة جدا جدا، عندنا ناس قاعد بيموتوا بالألاف من بداية رمضان، اللي عندنا 5 أيام كلها معارك يا أخوانا. الرسالة هي أننا عندنا معارضة من ليبيا قامت خاشي في العاصمة جمعنا تشادية، ماشيين يهرونا، عندنا رئيس ديكتاتور زي ما انتم زمان عندكم عمر بشير المخلوق، والحمد لله رب العالمين ربنا طلع منكم. حنينا كل اخوانكم زيكم، عندنا ديكتاتور حاكم فوقنا، مرنا وانتم عارفين ما في زول بروكم ده، الذل والمهانه للشعب التشادي ماشي فوق ده، كل سوداني بعرفه. وللاسف اننا متامرين علينا العالم كله، وبالاخص على راسي في فرنسا متامر علينا تطعم في ادريس زبي، ما عندنا قوه، شعب ما عنده قوه، نينا اخوانكم قاعدين في فتيل زي ما زمان. هنا ايام في باريس كان مظاهرات ضد البشير، انه وقفنا كلنا، وقفنا يد بيد، تمشي قدام السفارات السعوديه وين مظاهرات في باريس، الى ما البشير طلع مخلبتين تشاديين سودانيين لافين نظاهروا سوا. عند اليوم عندنا ناس في باريس هنا مسجونين بسبب المظاهرات اللي قوم هم تشاديين ومرقوا بظهر مع سودانيين، مسكوهم مسجونين لعند اليوم في السجون في باريس هنا، عندهم محاكم. اذا يا اخواني رسالتي يا اخواننا، مني اركم الناوي مرتزق، حركه العدل والمساواه مرتزقه، تمام. المعارضة التشادية أبنائنا أولادنا قاموا من ليبيا ماشيين يخشوا في تشاد مشان يشيلوا الملوك، ينزلوا الملوك من المخلوق إدريس، المخلوق إدريس زبي الخول من أركم الناوي، عنده قوات متمركزة في تشاد، مشت تساند الجيش التشادي، تساند الميليشيات التشادية، تساندهم لأن إدريس زبي منهم. ده نهايتها يا مني أركم الناوي، ده نهايتك أنت يا مني، أفهم كويس أنت وجبريل الخليل يا حمار. والله اقسم بالله نوضح لكم يا اخواننا، شيروا اللايف ده وانشروه يا اخواني السودانيين، نطلب منكم رجاء خاص كشعب سوداني، ان نطلب منكم، هنا قاعدين في ورطه، جيرانكم الوقت تم زي ما زمان ساندناكم لساندونا في اللحظه دي. لازم فيسبوك التواصل الاجتماعي كله هيبقوا ضد مني، مني اركم الناوي، مني اركل بالدي، هو بحرر السودان ده اليوم مرتزق في تشات، انتو قروش استعلم قاعد في مدينه باو، دار يمشي ساند، يمشي قاتل في اولادنا، هنا جايين يهرروا في بلدنا، في ارضنا، داخل في بلدنا قدام اهلنا، يمشي يقتل اولادنا. انتم كشعب سوداني لازم تتحركوا، اولادكم ده مني اركم مني، ودام في الهروبات، دار يدخلهم في هروب حقنا هم بلدنا، ناسنا جايين دين ما ماشيين السودان، ولا ماشيين خشين، ولا عندهم علاقه بالسياسه السودانيه المعارضه التشاديه دي، ولا امورنا هنا كتشاديين ما يتدين في السودان ولا باي شكل من الاشكال. رحبنا بهم ايام المشاكل في 2003، أحلنا مننا وفينا، جو خشوا في تشات وعاشوا معنا، ودي نهاية اليوم. أنتم اللي استقبلناكم ده، بس أولادكم اللي مرقوا بنضلوا من أجلكم ده يقبلوا تاني لنا هنا كشعب، ما دارين الرئيس يجوا يساندوهم يمشوا قاتلوا معايا في الصحراء ويموتهم. يا شعب السوداني لازم تتحركوا، التواصل الاجتماعي كله لازم يهب، الشعب التشادي رسالة دي من أنا من لسان الشعب التشادي كله، أنا في باريس ساكن، نوضح لكم كل سوداني يا أخواني السوداني، نحن جيران وأخوان نسابات، دم ولحم هنا، ما جيران بس، هنا عندنا نسب وكل شيء. وقفوا المرتزقه انتكم دي، قوموا في التواصل كله، من ناركم الناوي لازم يسحب اولاد السودان، ما يتدخلوا في مشاكلنا، خلونا هنا الجيش التشادي والمعارضه كلهم تشادين، خلينا نموت ببعضنا. فرنسا هي وقفت، لكن من ناركم الناوي شال قواته ودان في باو قاعدين، والله يا مني اولادك لو ودتهم في باو والله هيموتوا زي الكلاب. ونقول لك رحمة علينا، ما عندنا ما اي انسان جاء بالداخل في سياستنا، تجي انت بجلابيه اهلا وسهلا بك انت في بلدك الثاني، لكن تجينا بسلاح داير تخش فوقنا والله هنقتلوك،
لازم الشعب السوداني تتحركوا كله من اللحظة دي تتحركوا. أوكي لازم تتحركوا يا أخوانا، دي رسالة مهمة جدا. حركة العدل والمساواة تقولوها جاية تساعد السودان، دي ما جاية للسودان أصلا، دي مرتزقة أصلا، دارين يدمرونا، دارين يقتلوا أولادنا. يا أخوانا تحركوا كلكم، كل السودانيين تحركوا. حركة العدل والمساواة قاعدة في باو داير تقتل المعارضة التشادية الجاية، دي أولادنا، كل الأسرة التشادية اليوم قلوبهم كلها في المعارضة الجاية دي. اتحركوا يا أخوانا الشعب السوداني، دي رسالتي لكم بسيطة. ويمين ناركم من ناوي أصحب ناسك يا مرتزق، أصحب ناسك، أنت مرتزق من الله خلقك، ما حرر أهلك ذاتك، مرتزق فاشل. أنت كالراجل ريالتك مسلة ما همتي. أوكي؟ أنت كالراجل ده ريالتك سلة ما همتي. لكن ما تيجي تتدخل في فوقنا أنينا، أنينا في بلدنا في أرضنا لب أهلنا. نقاتل من بيناتنا نموت ونشرد، أنت ما دخلك فينا. هي اللي سياستك ما همتي. لأن أنت يا جبان ما تقدر تواجه الدعم السري. تيجي داير تتدخل فوقنا، والله هنبلوك بل زيادة من الدعم السري. يا شعب السوداني أسحب أولادكم. هبوا في النت في الفيسبوك في التواصل الاجتماعي كله. حركة الأهل المساواة لازم تجيب من شات، لازم ينسحبوا يمشوا اتجاه السودان، مش هم عملوا سلام في جوبا امشوا هناك خلاص حلوا مشاكلكم. نحن ما 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 فاضل لنا مشاكل من رمضان خش لعند اليوم، عندنا 5 أيام في مشاكل في شات، الناس ما عارفيننا. الصحراء دي كلها يمين ده مشاكل، معارضة شادية جاية من ليبيا خش في شات. ومني ده أصل مني الخول ده عشان الناس ودان في بو. أنا ما سوداني يا أخوي، أنا شادي. كان يتكلم لك انت شادي، انت يا وهم انا كتشادي كان نوضح لكم معارضه شاديه هندنا داخله في تشاد داير تطرد لديبي، ومعارضه ومعارضه سودانيه تمشي تدافع عن النظام، نظام تشاد تمشي تقاتل مع الميليشيات لديبي. يا اخواننا وقفوا الناس، وقفوا اولادكم دير. طلب منكم انا طلب رجاء خاص لكل الشعب السوداني، ولا طلب من حكومه ولا طلب من اي زول ثاني، نطلب منكم كشعب سوداني دول اولادكم قاعدين في باو، منطقة بقولها باو في تشاد تقرب من المجرس 60 كيلومتر، مشوا قاعدين هناك، والرئيس إدريس إيبي داري استعملهم في الحرب، اتفق مع مني وداري ودهم. دي نهايتها يا أخوانا، دي النهاية الأخيرة، ده الدم والخوة اللي بيننا وبينكم. وقفوا أولادكم، لازم توقفوا أولادكم. كله فيسبوك كله هبوا عليها، مرتزقة تمشي تقتل في أولادنا، لأننا ما نرضى بالكلام ده. عندك قضية في السودان أمشي هلا، دي قضيتك سياسية، أنا ما يندفك شغلة. لكن كونك تيجي تخش في سياستي تقتلني، ديل اولادي انا جايين اخواني جايين انين، كل الشعب التشاد رافضين النظام التشادي اصلا، كل بيت في التشاد رافض النظام التشادي. اذا لازم توقف النازل، لازم توقف. ودي رسالتي كل الشباب يا اخواننا، توقف النازل. انا طلب منكم، انتم ما طلبتوا الحكومه ولا امري بحب الحكومات الافريقيه، كل بكرهها عن اي حكومه افريقيه ما بحبها اصلا، لكن طلبتها منكم انتم خاص. وقفوا الناس اللي مشوا دارين يدافعوا عن الدكتاتور، كفانا عنينا زيكم انتم.